السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حبايبي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نحكي عن استراتيجية جديدة. الهوغ رايدر ضعيف أمام البيوت اللي تسوي ديستراكشن، يعني اليوم لعبته بالهوغ رايدر وشفت خصمك عنده باربريان هانت لو جوبلين هانت، يحط الجوبلين هانت الهوغ رايدر يعوف التاور ويروح لورا. فاليوم راح احكي عن استراتيجية اللايتنج سبيل شايفينها ويا الهوغ رايدر. اذا كان في بيوت وايد تستعمل لايتنج حتى تتخلص من البيوت، والهوغ ياخذ راحته في تدمير التاورات. راح نجرب الجيش هذا ونشوف مدى فعالية الهوغ مع اللايتنج سبيل. نبدأ على بركة الله. طبعا الاستراتيجية المنطقة الرابعة والخامسة، تفضل. هي كذا الرابعة والخامسة شفنا بدأ شايفين جاي يستخدم الزاب ويا هذا، بس احنا راح نروح فول اتاك، ما نعطي فرصة، لان هذا تنطي فرصة يلعب فيك لعب. راح احط الهنت الكوخ، راح يدفع بالبالون الآن. يمكن دفع خسرنا أول قسمة بوريس، ما يخالف. راح العب على البورتين، شايفين الهوغ رايدر راح نذهب بالزاب. لعبة حلوة. بس ما راح يلحق لأن أخذناها بالزاب. حلوة، مباراة حلوة. واللاعبين الصينيين
الآن صندوق سحري حصلنا، شايفين شباب؟ إن كانت مباراة حلوة وشيقة بيني وبين لاعب صيني مدري كوري والله ياباني، المهم راح نروح فزنا باستحقاق وجدارة. الشفاء والله ترجع لكم حبايبي، رجعنا لكم حبايبي. راح اخذ هذه، طبعا اللاعب الصيني اللي لعبت وياه قبل شوي يعني عنده خطا واحد كارتات قوية، بس خطا ان ما يحسب حساب الدفاع بس الهجوم، يندفع للهجوم والله وكلنا من الفوز عليه. خلينا نشوف معركة ثانية. اتمنى يكون فيها جوبلين هانت او باربريان هانت. جوبلين هانت وبارب حتى ادليكم فعالية اللايتنج سبيل كذول بكى. راح ادفع بالهوك مأمن دبي، لو راح ياخذ لنا الان هذا حتى وبيك. راح ادفع بالهوز الهوز ما يلحق طبعا، حاول كل جهة اللاعب الصيني بس ما فلح الأمر. هذا لاعب صيني عمي في اليابان، طبعا لاعبين صينيين واليابانيين أفضل لاعبين باللعبة. ألعب المعركة الثالثة.
هذا يلعب بال تجي تلكم عليه شايفين. راح ناخذ ال تاور اللي على اليمين، وراح استخدم الزعب قبل النهاية. قبل الزعب راح العب ال الانتقائي. هذا الزعب ادفع بالهود، بس طبعا نفوز بالمعركة. بس شفتوا البيانات، يعني انا اللايتنج شلون فعالة مع الهوك ضد الجوبلين هوك، وهاي البيوت اللي تسوي ديستراكشن للهوك. عامل الفكرة تكون وصلت واستمتعت بحلقة اليوم. خليني افتحها معكم اشوفها شلون. شواهر طيب، آمن أنكم استمتعتوا يا حبايبي. هذا أخوكم ماجد في أمان الله، ألقاكم حلقة جديدة.